احنا المره اللي فاتت كنا اتكلمنا في موضوع الايه الفلتر، وعرفنا ان الفلتر لو انت عندك هنا مثلا، هنا مثلا في سيرفلت، وانت هنا الكلاينت بتاعك اهو، لما يجي يبعت ريكوست طبعا بيبعته للكونتينر، الكونتينر بياخد الريكوست ويبعته لمين؟ للسيرفلت بتاعتك. عرفنا ان احنا ممكن نحط في حاجه هنا، هو الحاجه دي اسمها ايه؟ فلتر، بحيث ان احنا نعدل اللي احنا عايزينه وما نعديش اللي احنا مش عايزينه. وقلنا كمان انت ممكن تعمل ديسباتشر فين في الفلتر، بحيث ان انت توجهه لمكان تاني، او ممكن تعمل ريدايركت تقول له روح قول للكلاينت يبعت ريكوست تاني على صفحه تانيه. يعني ممكن تعمل ديسباتشر، ممكن تعمل ريدايركت، على حسب الحاجه اللي انت ايه اللي انت عايزها. وعرفنا لو انت عندك اثنين فلتر، اللي مين اللي بيتنفذ الاول بناء على ترتيبهم فين في الويب دوت اكس ام ال. النهارده ان شاء الله عايزين نعمل كده ايه، بروجكت كده صغير بالسيرفلت، نطبق فيه موضوع الايه الفلتر ونتعلم منه حاجه جديده. بص كده معايا، هنعمل مثلا بروجكت، نيو بروجكت، جافا، جافا ويب ابلكيشن، نيكست، هنسميه ايه؟ هنسميه لوجن بروجكت اي اي، لوجن ايه بروجكت، ونقول له نيكست. الاباتشي توم كات ماشي، نيكست، فينش. كده انت عملت ايه؟ كده انت عملت مشروع جديد. عايزين نعمل فيه ايه؟ ركز كده معايا وشوف انا عايز اعمل ايه. حاجه بسيطه قوي، بص انا عايز اعمل صفحه هنا اتش تي ام ال. صفحه الاتش تي ام ال هنا هحط فيها يوزر نيم وباسورد، يوزر نيم وايه وباسورد، وزرار اوكي. زرار اوكي ده لما يضغط عليه هيبعت الريكوست لمين؟ لسيرفلت. السيرفلت دي وظيفتها اللي هي تعمل ايه؟ تاخد اليوزر نيم والباسورد، ركز في الكلام كويس، تاخد اليوزر نيم والباسورد اللي اليوزر دخلهم هنا، وليكن مثلا هنا هنسميه يو اس ار يوزر، وده هنسميه باس. تاخد بقى اليوزر نيم وتاخد الباسورد وتتشيك هل هم موجودين في داتا بيز ولا لا. هتقول لي انت لو احنا هنعمل داتا بيز، هقول لك اه المشروع ده هيتضمن داتا بيز، ونشوف هنتعامل مع الداتا بيز ازاي. طب هنشتغل على اي داتا بيز؟ اصبر هتعرف دلوقتي. طيب وبعدين هيتشيك الراجل ده موجود ولا مش موجود. هنسمي دي مثلا لوجن سيرفلت، لوجن ايه سيرفلت، وهتشوف الراجل ده موجود ولا مش موجود. لو موجود هتعمل اوبجكت وتحط فيه بيانات، وبعدين تحطه في السيشن. شايف الخطوات؟ يبقى دلوقتي لوجن سيرفلت هتشوف هو موجود في الداتا بيز ولا لا، وبعد كده تعمل اوبجكت من كلاس كاستمر وتحط فيه بيانات ده لو موجود يعني، وبعد كده تحطه فين؟ ها في السيشن. دي الحاجه اللي ايه، الحاجات اللي اللوجن هتعملها. وبعدين هتعرض لليوزر تقول له ويلكم فلان، ويلكم فلان دي ايوه هتبقى سيرفلت تاني. سيرفلت دي هنسميها ويلكم سيرفلت، بحيث هتبعت لها ديسباتشر، هتعمل ديسباتشر على السيرفلت دي، تقوم السيرفلت دي تظهر لليوزر تقول له ويلكم يا فلان. وصلت الفكره؟ هتقول لي ده حاجه شبه اللي بيحصل في الفيسبوك. هقول لك بالظبط شبه اللي بيحصل في الفيسبوك ماشي. المشروع ده او السيمبل ده هنعمله كله بالايه؟ بالسيرفلت. هو ممكن نعمله بالجي اس بي ان شاء الله. وصلت الفكره؟ طبعا مع اختلاف والسهوله هتبقى في الجي اس بي مختلف. طيب تعال نشتغل في المشروع ونشوف هنعمل ايه. بص كده معايا، اي المشروع اتعمل اهو، كليك يمين نيو اتش تي ام ال، اتش تي ام ال بيج هنسميها مثلا، هنسميها لوجن بيج، لوجن بيج، نقول له فينش. ادي الاتش تي ام ال اتعملت اهي. طيب وبعدين هنروح هنا اهو، نقول له مثلا نغير العنوان، نقول له ايه لوجن تو سيستم، ده العنوان بتاع الايه بتاع البيج بتاعته. وبعدين هنحط فورمه. طب الاكشن هيروح لمين؟ لسه الله اعلم. طيب وبعدين هنحط هنا الايه اليوزر نيم، يوزر نيم، وهنحط جنب منه الانبوت تكست، وهنسميه ايه؟ خد بالك بقى هنسميه يو اس ار يوزر. وبعدين هنحط جنب منه الباسورد، ونحط جنب منه الانبوت تكست بتاعه، ونقول له اسمه ايه؟ باس. ماشي. وبعدين نحط بقى بعد منه على طول الزرار اللي هو الايه؟ السبميت. زرار السبميت هنكتب عليه ايه؟ هنكتب عليه لوجن، ونقول له اوكي.
طيب الصفحه دي بتروح لمين؟ زي ما احنا قلنا بتروح للسيرفلت. فين السيرفلت؟ اهي كليك يمين نيو سيرفلت، وبعدين هنسميها لوجن، لوجن سيرفلت. طبعا هنعملها في باكج اسمها ايه؟ سيرفلتس، ونقول له نكست اد انفورميشن في الويب دوت اكس ام ال، واليو ار ال ناخده بالبره نكست فينش. ادي السيرفلت اتعملت، ايوه، ونروح هنا هو نقول له اكشن، بيروح لمين؟ للسيرفلت دي. السيرفلت دي بتعمل ايه؟ خطواتها ايه؟ لازم تبقى مركز وانت شغال، لازم تبقى مركز وانت ايه شغال. بتعمل ايه؟ اول حاجه بتستقبل القيم اللي جايه، بتستقبل القيم اللي ايه اللي جايه. فين القيم اللي جايه؟ هنقول له مثلا string class بيساوي request dot get parameter اسمه ايه؟ احنا عاملينه class، وبعدين string ايه name، اليوزر نيم يعني، بيساوي ايه؟ ريكوست دوت جيت بارامتر اسمه ايه؟ يو اس ار اليوزر. كده انت معاك اليوزر نيم، وكده انت معاك الايه؟ الباسورد. وبعدين يبقى كده اول حاجه انت كده جبت البيانات، انت كده استقبل سيف داتا، كده انت استقبلت البيانات. وبعدين عايزين نعمل بقى ايه؟ عايزين نعمل داتا بيز ونشوف الراجل ده موجود ولا مش موجود، صح ولا لا؟ كده يبقى كونكشن على الداتا بيز، ماشي. طب دلوقتي المفروض بقى نشوف هو الداتا بيز دي هنعملها ازاي، صح ولا لا؟ انت ممكن تعملها باي داتا بيز انت عايزها، يعني ممكن تعملها باوريكال سيرفر، ممكن تعملها بايه؟ بماي اس كيو ال، ممكن تعملها باس كيو ال سيرفر، اي داتا بيز انت عايزها. ولكن انا عايز مثلا اتعلم معاك حاجه مهمه جدا. في داتا بيز اسمها ايه؟ ديربي داتا بيز. روح على سيرفيس، روح على سيرفيس، هتلاقي الجزء بتاع داتا بيز اهو في الاول، افتحه هتلاقي في حاجه اسمها ايه؟ جافا داتا بيز. بص مفيش حاجه اسمها الداتا بيز جافا، الجافا عباره عن لغه برمجه، ما هياش داتا بيز، ولكن عملت امبيدد داتا بيز. في داتا بيز موجوده، في داتا بيز موجوده امبيدد جوه جي دي كي 7. لما بتنزل جي دي كي 7 جواه جي دي كي، جواه يا ربي الداتا بيز دي، الداتا بيز دي اسمها ديربي داتا بيز. الداتا بيز سهله وانجن سهل، يعني تقدر تتعامل معاه. لان في بعض الناس يقول لك ايه؟ هو انا لازم يا عم اسطب الاوريكال سيرفر؟ يا لازم اسطب الاس كيو ال سيرفر؟ لازم اسطب الماي سيكوال؟ لا لا، انا عايز حاجه خفيفه. دي حاجه خفيفه وتقدر تنجزك في المشروع بتاعك، والتعامل معاها بنفس القواعد. لازم يبقى لها درايفر وهنعرف نجيبه منين، ولازم يبقى لها يو ار ال كونكت عليها، يعني مفيش فيها مشكله. طيب نعملها ازاي؟ او بنعمل الداتا بيز ازاي؟ اهو اقول تاني اهو، ده الجزء بتاع البروجكتس. روح على سيرفيس، تروح على السيرفيس تلاقي حاجه اسمها جافا داتا بيز. قلنا ان الجافا ما هياش داتا بيز، ده هي عباره عن لغه برمجه، ولكن ايوه بينزل في الجي دي كي بتاعها امبيدد داتا بيز، سهله في التعامل. ازاي؟ هروح اهو، هو عامل لك سامبل يعني حاجه بسيطه. لا انا عايز اعمل داتا بيز ليا انا، هقول له ايه؟ هقول له كرييت داتا بيز. داتا بيز عايز تسميها ايه؟ هسميها ويب دي بي، ويب داتا بيز. طيب اليوزر نيم السكيما هيبقى اسمها ايه؟ سميها اي حاجه، روت، والباسورد روت. اليوزر نيم مثلا ممكن نسميه روت، والباسورد روت برضه، وهنا برضه هيبقى اسمه روت. شوف بتنزل فين؟ بتنزل على السي يوزرز القداح دوت نت ايه؟ نت بينز ماينس ديربي. لو فتحت المسار ده سي اهو على السي يوزرز القداح اهي، مش هتلاقي غير مين؟ سامبل بس. لكن لو ربنا كرم وعملت اوكي هيعملها له. اهي اتعمل. روح كده افتح الفولدر بتاعك اهي، ودي الفايلات بتاعتي، وصلت الفكره؟ بس. وبعدين هروح اعمل كونكت. تعمل كونكت ازاي؟ اهي كليك يمين عليها بقى تحت بقى عليها، ماشي اهو، كليك يمين كونكت، افتحها هتلاقي الداتا بيس بتاعتك اهي روت، افتحها
تلاقي الجداول بتاعتك، ولو عايز تعمل فيو، ولو عايز تعمل بروسيجرز، عايز اعمل جدول، اقول له كليك يمين كرييت تيبل. الجدول بتاعك اسمه ايه؟ اسمه كاستمر. اسمه ايه؟ كاستمر. اد كولوم، هقول له مثلا حط لي عمود اسمه اي دي، نوعه ايه؟ نوعه نمبر، وحجمه قد ايه؟ حجمه 5. هل هو برايمري كي؟ هو برايمري كي. اوكي. طيب النيم، هقول له النيم اسمه، عايزين مثلا نوعه فاريد شار. فاريد شار في الداتا بيس دي معناها حرفي، مع زي السترنج كده. وبعدين هروح في السايز بتاعه هخليه مثلا 20، الاسم يبقى فاريد شار وايه؟ و20. ممكن يبقى بلال، ممكن يبقى بلال. اوكي. لو مش عايزه شيل علامه من عليه. اد، طب ايه هو اليوزر نيم؟ هقول له مثلا هو يوزر نيم، عايز اليوزر نيم ايه؟ هيبقى فاريد شار برضه، يعني ايه فاريد شار ثاني معناها حرفي، وهقول له 10. طيب والباسورد؟ الباسورد هنخليه برضه فاليد شار، ونخليه برضه ايه؟ 10. اوكي، موافق على الكلام ده؟ الاعمده هي والحجم بتاع كل واحد اهو. وصلت الفكره؟ ادي الاي دي النيوميريك، والنيم فاليد شار فاليد شار فاليد شار. موافق على الكلام ده؟ تمام. اوكي. هي الجدول اتعمل اهو. وصلت الفكره؟ طيب لو انت حضرتك عايز تشوف البيانات او تدخل فيه بيانات، طبعا انت ممكن تعمل بقى ايه؟ مجموعه من الجداول. وصلت الفكره؟ الموضوع سهل زي ما انت شايف. طيب وبعدين؟ كليك يمين على الجدول فيو داتا عشان يوري لك البيانات. فيو ايه؟ داتا. لو انت عايز تضيف عمود جديد مفيش فيه مشكله. طيب وبعدين؟ فيو داتا، هيكتب لك هو جمله السيلكت ويوري لك البيانات تحت. طبعا مفيش، اهو سيلكت استرك فروم كاستمر، مفيش بيانات. عايز تضيف اهي. طبعا كان ممكن تكتب جمله انسرت هنا، نمسح دي وتكتب جمله انسرت، ويعني تكتب اوامر الاس كيو ال زي ما انت متعود عليها، مفيش فيها اي مشكله خالص. انسرت وديليت وابديت وسيلكت وكل حاجه. طيب وبعدين ممكن تعمل جوين واللي انت عايزه، والتر تيبل وكريت تيبل، اعمل اللي انت عايزه. وبعدين عايز تنفذها، نفذها من هنا. رن كده ينفذ الاوامر اللي انت عاملها هنا. طيب وبعدين عايز اضيف عمود اهو، القيمه الاي دي بتاعه واحد اسمه ابراهيم، الباسورد واليوزر نيم. اليوزر نيم 123 والباسورد 123. موافق على الكلام ده ولا في مشكله؟ موافق. خلاص اهو، لو قفلتها يبقى كده خلاص، يعني الدنيا خلصت. لا، فيو داتا تلاقي موجوده. وصلت الفكره؟ طيب وبعدين كده انت جهزت الداتا بيس بتاعتك اهي. تيجي بقى ايه بعدين في المشروع بتاعك؟ المشروع بتاعك المفروض يعمل كونكت على الداتا بيس، ومعنى صح السيرفلت بتاعتك المفروض تعمل كونكت على ايه؟ على الداتا بيس. طبعا كديزاين في المشروع بتاعك انت المفروض تاخد الكود اللي هيعمل كونكت على الداتا بيس وتعمل في ايه؟ في كلاس ثانيه، بحيث الكلاس الثانيه دي لما تعوز في اي وقت تعمل كونكت على الداتا بيس تنادي عليها وتعمل منها اوبجكت. ده الكلام المفروض اللي يتعمل، ولكن احنا عشان نسهل الموضوع شويه يعني ايه، هنكتب الكود تحت بعضه بحيث يبقى الايه الافكار كلها تحت ايه بعضها. لكن وكرر، فالمفروض تاخد الكود بتاع الداتا بيس تحطه في ايه، في كلاس لوحده جوه ميثود، وكل ما تحس تعمل كونكت تعمل ايه، تعمل ايه، ها تعمل اوبجكت وتنادى عليه. وصلت؟ واحد يقول لي طيب ما هي السيرفلت دي برضه يا باشمهندس كل ما ابعت لها ريكوست هتعمل كونكت على الداتا بيس. اقول له انت صح، انت صح. ما هو لما اكتب الكود المفروض انا هكتب هنا كود الكونكت على الداتا بيس، فكاتبه فين؟ سواء جالها دو جيت او دو بوست الميثود دي هتتنفذ. طب معنى كده ان انا كل ما يجي لها ريكوست تعمل كونكت على الداتا بيز، ما ينفعش تعمل كونكت مره واحده ونخلص؟ طبعا هو ده اللي المفروض يحصل، وهو ده التعديل اللي انا هعمله بعدين. يعني امشي معايا بس خطوه بايه؟ بخطوه. ده كلام سليم قوي معايا يا شباب؟ طيب عشان نعمل كونكت على الداتا بيز، اول هروح اولا بس مبدئيا اعمل امبورت لجافا دوت اس كيو ال دوت استرك، وبعدين نعمل بقى الكونكت على الداتابيز. اول حاجه زي ما احنا عارفين بنروح اهو، انا بس ايه ناخد الكود اهو. فورمات ستيتمنت اس تي ام تي بيساوي نل،
بعد كده result set rs بيساوي null ونشوف. اول حاجه طبعا ده هتبقى ايه؟ ديرمي داتابيز. طيب وبعدين كده هنا المفروض نعملها هنا برضه ديرمي يو ار ال. تعال نشوف خطوه خطوه بقى. دلوقتي انا عملت ايه؟ اول حاجه انا استقبلت البيانات وبعدين هعمل كونكت على الداتابيز. كونكت دون ايوه المفروض زي ما احنا قلنا هيبقى فيه تعديلات، يعني مش كل مره هيجي لها ريكوست يعمل ايه؟ يعمل كونكت. بس امشي معايا خطوه خطوه عشان تفهم الموضوع ماشي ازاي. وبعدين عملنا الاستيتمنت وعملنا الريزلت سيت. الاول ما اول حاجه هيبقوا بنال وبعد كده بنحمل الدرايفر. الدرايفر ده بتاع اوريكل. طب انا عايز الدرايفر بتاع مين؟ بتاع الديربي داتابيز. شوف هنجيبه ازاي. شوف هنجيبه ازاي. بص بص ولا تعمل سيرش على النت ولا حاجه اهو. كليك يمين بروبرتيز وبعدين هتلاقي الدرايفر اهو اهو اهو. بس خلاص خلص. ادي الكلاس اللي انت المفروض تحملها. هقول لي طب ما انا المفروض اجيبها صح ولا لا؟ هقول لك اجيبها ازاي. شيل بس الكلام ده اه كده. الدرايفر بتاعك كلاس اسمها كلاينت درايفر. المفروض بقى تجيبها صح ولا لا وتعمل لها امبورت في المشروع بتاعك. هنشوف هنجيبها ازاي دلوقتي. طيب وبعدين مين ناقص لك؟ اليو ار ال. اليو ار ال ده هو الكونكت اهو. كليك يمين برضه بروبرتيز اليو ار ال اهو اهو. وبعدين اليوزر نيم روت والباسورد روت بالظبط. وبعدين هنبتدي بقى ايه؟ نعمل الاستيتمنت. كنت طبعا ممكن تعملها بريبيرد ستيتمنت زي ما انت عايز. شرحنا ايه الفرق بين الاثنين زمان. بريبيرد ستيتمنت بايه؟ بيمكنك ان انت تخزن الامر. اما الطريقه دي كل ما عاوز تعمل اكزكيوت كويري لازم تكتب الامر ايه؟ مره إيه؟ كمان مره. انا هنا هعمله مره واحده فخلاص مش مشكله ممكن نستخدم هذه الطريقه. عملنا ايه؟ حملنا الدرايفر وبعد كده عملنا كونكشن وبعد كده قلت له كرييت ستيتمنت اللي هي هو الايه؟ اللي هو الاس تي ام تي. ده اللي من خلاله اقدر انفذ الامر اللي انا عايزه من خلال ميثود اسمها اكزكيوت كويري. ولو كان امر انسيرت او ديليت او ابديت ما بقولش اكزكيوت كويري، بقول له ايه؟ اكزكيوت ابديت بالظبط. اما لو كان امر دي دي ال اللي هو ايه؟ كرييت تيبل التر تيبل، بستخدم ميثود اسمها ايه؟ كرييت بس. يبقى دي عشان اوامر السيلكت كرييت اكزكيوت كويري عشان امر سيلكت. في ميثود ثانيه اهي اس تي ام تي دوت اكزكيوت ابديت اهي. ده علشان امر انسيرت اهو اوامر الدي ام ال. اوامر الايه؟ الدي ام ال. وصلت الفكره؟ اما لو انت عايز تنفذ امر من اوامر الدي دي ال اللي هو مثلا الالتر والدروب عشان تمسح جدول، عايز تعمل جدول، بنستخدم ايه؟ اكزكيوت. ماشي يا شباب؟ طيب احنا هنا سيلكت فهقول له اكزكيوت ايه؟ كويري. هات لي كل البيانات من جدول الام. لا 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 مش من جدول الام بقى، الله من جدول ايه؟ الكاستمر. روح خد كوبي اهو. هات لي كل البيانات من جدول ايه؟ الكاستمر. طب ما كده هيجيب لك كل الناس. هقول له وير حيث وير ايه؟ وير ان اليوزر نيم بتاعهم اهو. وير اليوزر نيم اهو. خد بالك انت شغال بقى يوزر نيم كده صح؟ ايوه. لايك بيساوي ايه؟ الزق جنب منه سنجل كوتيشن وقوم لازق جنب منها الايه؟ بالظبط اللي انت جبتها بقى النيم وقوم لازق جنب منه سنجل ايه؟ كوتيشن. اند الزق جنب منها اقول له اند. اند ايه؟ اند الباسورد اهون. لايك لايك ايه؟ الزق جنب منه برضو اليوزر نيم ان اليوزر ده ايه؟ دخل اهو. لايك اقوم لازق جنب منه سنجل كوتيشن واقوم لازق جنب منها ايه؟ الباسورد. واقوم لازق جنب منها السنجل كوتيشن اه. وصلت الفكره؟ ايه موضوع السنجل كوتيشن دون؟ خد بالك من الجزئيه دي. بص انا لما اقول له ايه؟ المفروض اقول له سيلكت مثلا استريك فروم الكاستمر، ده الجدول اهو. بس لما اقول له وير وير ايه؟ وير اليوزر نيم بيساوي او لايك في الداتا بيز يا جماعه، في الداتا بيز في الداتا بيز ايوه لازم احط ايه؟ سنجل كوتيشن وبعد كده اكتب له الاسم ابراهيم واقوم حاطط ايه؟ سنجل كوتيشن. اما الارقام ما بتحطش ما بين سنجل كوتيشن، وبما ان دول حروف فانا لازم احط ايه؟ سنجل كوتيشن اهو. بص ايه اللي حصل؟ ادي النيم، النيم اللي هو ابراهيم مثلا. طيب عملت ايه؟ لزقت جنب منها مين؟ ها؟ السنجل كوتيشن.
وصلت الفكره اهو معايا ليه؟ عشان لان الامر لما يتنفذ يبقى صح، لكن لو من غير سنجل كوتيشن امر الاس كيو ال مش هيتنفذ. ماشي يا شباب؟ طيب وبعدين اكد بس من الامر، سيلكت هات لي كل البيانات من جدول الكاستمر وير اليوزر نيم اللي عمود صح اليوزر نيم ايوه ماله لايك يعني زي ايه زي النيم اللي اليوزر دخله اند بس حطيت سنجل كوتيشن وبعديها قمت لازق جنب منها الايه الاند الباسورد لايك ايوه زي ما هقول لك كده اهو الباسورد ماشي الكلام ده صح تمام. هقول له ايه بقى؟ هقول له لو اف الريزلت هاز نيكست. يعني ايه هاز نيكست؟ يعني في بيانات، يعني الراجل دوت بيتكلم كلام صح. يعني بيدخل يوزر نيم وباسورد ايه مغمورين، يعني هو موجود بالفعل صح ولا لا؟ طب لو هو موجود كده معناها ايه؟ موجود. لو موجود يعمل ايه؟ لا يعمل حاجات كتير بقى. ايه اول حاجه؟ يعمل اوبجكت من الكلاس كاستمر. فهروح اعمل اوبجكت من الكلاس كاستمر ليه؟ ليه؟ عشان احتفظ ببياناته. ما انا عايز اسمه وعايز صلاحياته عايز 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 زي ما الفيسبوك بيعمل كده. بتخش ايوه تلاقي الايه؟ تلاقي البيانات في جميع الصفحات. وصلت الفكره؟ فهو كونكت على الداتا بيس، جاب البيانات حطها في اوبجكت وحطها في السيشن بتاعتك. فانا عايز اعمل كده بالظبط. كليك يمين نيو ايه نيو جافا كلاس، هسميها ايه؟ هسميها كاستمر. نحطها في اسمها ايه؟ داتا. طبعا مش هتبقى سيرفلتس يعني. وهقول له فينش. وبعدين هقول له ايه بقى؟ اول حاجه برايفت سترينج الايه النيم اسمه، ما انا عايز اسمه. وبعد كده برايفت افرض عايز الايه الاي دي بتاعه يبقى اي دي، ونحط ستر وجيتر يبقى كده خلاص. انسيرت كود، حط لي ستر اند ايه جيتر للايه للخصائص دي كده تمام قوي كده الكلاس اتعمل. وبعدين هروح اعمل اوبجكت اهو كاستم كاستم سي بيساوي نيو كاستمر. عملت اوبجكت ايوه، اقول له تعالى بقى سي دوت لو سمحت حط لي النيم بايه بقى؟ حد عارف تجيبه ازاي؟ اقول له ريزل ار اس دوت جيت ايه جيت انت، هات لي القيمه هات لي القيمه الصحيحه بتاعت العمود اللي اسمه ايه؟ اسم العمود ايه؟ اسم العمود ايه؟ اسم العمود اي دي دي اهو اهو، يحطها لك هنا. طيب وبعدين؟ لا هات لي القيمة الصحيحة، لا ده سي 2 لما نقول له هات لي القيمة السترينج بتاعت العمود اللي اسمه نيم اهو، ده اسم العمود. طيب وبعدين يعمل ايه؟ اقول له سي دوت ست ايه اي دي، هقول له يا ريزلت ست دوت، ما هي ريزلت ست دلوقتي بتحتوي على على الايه؟ على بيانات الصف. واقول له ايه؟ جيت هات لي القيمه الانتجر بتاعت العمود اللي اسمه اي دي دي واحطها. وصلت الفكره يا شباب؟ اهو عمل الاوبجكت. وبعدين وبعدين هقول له يا ريكوست لو سمحت لو سمحت هات لي السيشن، جاب لك السيشن ماشي كده. بعد ما جاب لك السيشن ممكن اعمله على خطوه واحده، اقول له حط لي الاتريبيوت باسم ايه؟ كاست لمين؟ للسي. كده اتحط فين؟ في السيشن. وصلت الفكره؟ نقول كمان نقول كمان انا كده عملت الدرايفر. وبعدين بعد ما عملت الدرايفر عملت كونكشن تمام، بس خد بالك ان انا جبت الايه؟ جبت اسم الدرايفر وجبت اليو ار ال، وبعدين عملت كونكشن على الداتا بيز، وبعد كده عملت الاستيتمنت، وبعد كده نفذت الجمله بالقواعد اللي ايه بتاعت الداتا بيز، لازم ايه سنجل كوتيشن. اما لو كان رقم ما بينزل ما احطش سنجل كوتيشن بقى ماشي. طيب وبعدين هقول له لو موجود لو موجود اعمل اوبجكت. طيب عملت اوبجكت حطيت فيه البيانات من خلال ايه؟ لما يرجع جمله اذا في كويري بترجع بحاجه اسمها ريزلت ست، بتجيب كل البيانات تحطها هنا. طبعا هنا هيرجع بصف واحد، نيكست ينزل يقف على الصف بتاعك. وبعدين واقف على الصف اقول له ايه بقى؟ اقول له هات لي القيمه الصحيحه بتاعت العمود اللي اسمه كذا، هات لي القيمه هات لي القيمه النصيه بتاعت العمود الفلاني، هات لي القيمه العدديه الصحيحه بتاعت العمود كذا. وبعدين حطيته في الاوبجكت، وبعد كده ايه؟ حطيت الاوبجكت فين؟ على انه اتريبيوت جوه مين؟ جوه السيشن. وصلت الفكره؟ طيب وبعدين؟ لا هتعمل حاجه مهمه بقى، ايه؟ مش هظهر ناتج لليوزر. امال ده انا هروح ده لو موجود اروح اقول له ايه بقى؟ هعمل ريكوست ديسباتشر، ريكوست دوت ريكوست ديسباتشر جيت ريكوست ديسباتشر،
على ايه؟ على اليو ار ال اللي انا هكتبه دلوقتي، اللي هو السيرفلت بتاعت ويلكم، اللي هي ده ايه؟ لو انت فاكر معايا اللي هي ده ايه؟ اهو كده، هو حط اهو كده، عمل كل حاجه اهو، عمل داتابيس الكونكت على داتابيس، جابه وعمل اوبجكت وبعد كده حطه في السيشن، وهيعمل ديسباتشر في الخطوه رقم كام؟ 4 اللي انا بعملها دلوقتي. وبعدين هقول له ايه؟ هقول له ريكوست ديسباتشر، ريكوست ديسباتشر اهو ديسباتشر اهو في بيوسر. وبعدين هقول له ايه بقى؟ في دوت فورورد، ابعت ابعت الريكوست والايه؟ والريسبونس على مين؟ على اليو ار ال ده. فين اليو ار ال بقى؟ اهو كليك يمين نيو سيرفلت اسمها ويلكم سيرفلت، ويلكم ايه؟ سيرفلت. ماشي يا شباب، ونحطها فين؟ نحطها في الباج اهي، سيب ونقول له نكست اد انفورميشن، واخد اليو ار ال ده بالمره كوبي واقول له فينش. وبعدين اجي بقى في اللوجن هنا اهون، ايوه قبل قبل ما تنسى اقول له ايه؟ ودي هنا وصلت؟ معايا يا شباب؟ اي سؤال؟ اي سؤال؟ قبل ما اروح بقى على اللوجن، قبل ما اروح هنا في حاجه مهمه لازم ايه تعملها بقى، ايه؟ الدرايفر ده. الدرايفر ده لو انت عملت رن هيطلع لك ايرور يقول لك الكلاس دي مش موجوده، فانا لازم اجيب اللايبراري. اجيب الايه؟ اللايبراري. اجيبها منين؟ بص بقى، احنا قلت لك اللي هي بتنزل امبيدد مع مين؟ مع الجي دي كي، صح كده؟ شوف بقى بتجيبها ازاي. بص كده معايا على المشروع، ادي الفولدرز بتاعت المشروع بتاعك، الويب بيج الصفحات اللي انت عاملها، وفيها كمان الويب دوت ايه؟ دوت انف اللي بيحتوي على الويب دوت اكس ام ال، ماشي. السورس دي الكلاسات اللي انت عاملها، ماشي. اللايبرريز دي اللايبرريز اللي انت شغال عليها في المشروع، اهم حاجه جي دي كي والاباتشي. طيب انا بقى عايز ازود لايبراري جديده، عايز ازود لايبراري ايه؟ جديد. اعملها ازاي؟ كليك يمين، ها اد لايبراري. اد لايبراري معناها ايه؟ يزود لايبراري جاهزه، يزود لايبراري جاهزه جوه النيت بينز. انا مش عايز كده، ده انا عايز اجيب فايل من بره. اقول له ايه؟ اد جار، اد جار اهو اهو، كليك يمين اد جار. وبعدين ها وبعدين بص بص بص، روح كده اقف على السي، ادي السي اهو، اخش على حاجه اسمها بروجرام فايل اهو، بروجرام فايلز فين اهي. وبعدين اخش على الجافا اهي، مسطب انا جي دي كي 7. طبعا انا انصحك ان انت تسطب نيت بينز 7.4، ماشي. وانصحك ان انت تسطب، مش هينزل غير لو ايه؟ مسطب جي دي كي 7. تسطب جي دي كي 7 الاول، وبعد كده تسطب النيت بينز، ماشي. خش على جي دي كي، هتلاقي حاجه جواها اسمها داتا بيز، انا قلت لك ان هي بتنزل امبيدد موجوده جواها داتا بيز. اهو تخش على الداتا بيز، وبعدين اخش على اللايبراري، هلاقي حاجه هنا هي اسمها ايه؟ اسمها ديربي كلاينت. ديربي ايه؟ ها كلاينت. اوكي اوكي كده هتضاف اهي، بيضيفها. طيب نضيف واحده كمان برضو، دي كل الدرايفر بتاعتك ديربي. اوكي انا اول حاجه ضفت ايه؟ ديربي كلاينت، بعد كده ضفت ديربي اهو، بيضيفها تحت اهو. وصلت كده؟ كده الدرايفر ده بقى موجود اهو. لو جيت بقى دورت عليها اورج اباتشي ديربي، اورج اباتشي ديربي اهو، كلها اورج اباتشي ديربي. جي دي بي سي، جي دي بي سي، جي دي اهو، جي دي بي سي. جواها ايه؟ جواها كلاينت درايفر، افتحها كده، جواها كلاينت درايفر اهو. وصلت الفكره؟ فانت لازم تحطها معاك عشان يلاقيها. وعرفت ازاي ازود لايبراري، ماشي. يبقى ايه؟ ماشيين اهو في المشروع خطوه بايه؟ بخطوه، ماشي. وبعدين كده هيروح ينادي على الويلكم ايه؟ سيرفلت. طيب الويلكم سيرفلت بقى هتعمل ايه؟ ولا حاجه، هتقول له ويلكم فلان، زي ما الفيسبوك بيعمل معاك ويلكم فلان، ويجيب حاجتك بقى. طيب نجيبها ازاي؟ بص بقى، بص 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 ايه اللي هيحصل. اول حاجه ريكوست دوت جيت ايه؟ سيشن اهو اهو، هات لي ايه؟ جيت اتريبيوت، هات الاتريبيوت اللي اسمه كاست، وهو بترجع باوبجكت، بس انا عارف ليه هترجع باوبجكت من الكلاس كاستمر. يبقى كاستمر، كاستمر اهو سي بيساوي، واعمل كاست تمام اهو. اهو عرفت منين؟ اهو اسم الاتريبيوت انا حاطه بايدي اهو، كاست اهو. وصلت؟ اهي خد بالك وانت شغال، لان لو في حاجه غلط مش هيشتغل،
ماشي كده. طيب وبعدين ادي كاستمر، طيب عايز اعمل ايه بقى؟ اقول له ويلكم بقى، اقول له اللي انا عايزه اهو، اقول له ويلكم فلان اهي، نقول له هنا اهو بقى، اقول له مثلا اتش 3 سلاش اتش 3، واقول له هنا ويلكم فلان. فلان دي اقولها له ازاي؟ فلان دي ايوه، اقول له سي دوت جيت ايه، هات لي اسمه كده، جاب لك اسمه. وصل اهو، ده الايه، ده لحد كده الدنيا ماشيه بهذه الطريقه. ماشي طيب، تعالى نعمل رن ونشوف. راح اعمل رن HTML، هدخل هنا مثلا 1 2 3 1 2 3 مش الباسورد، واقول له لوجن، مش ده اللي انت بتعمله في الفيس؟ اه لوجن. بص ايه اللي هيحصل، بص على الرسم عشان تبقى ايه، اهو لوجن، هيروح لللوجن، تشوف الداتا بيز، تعمل كونكت، تعمل اوبجكت تحطه في السيشن، تبعت الديسباتشر الويلكم ترد اهي، لوجن اهي. وصلت الفكره يا شباب؟ في اي مشكله؟ في اي مشكله؟ طبعا ايه، يحبذ ان الايه الريكوست يبقى من نوع ايه، بوست، يحبذ ان الريكوست يبقى من نوع ايه، بوست. طيب في حاجه بقى، إيه افرض مثلا ايه اللي حصل؟ بص كده معايا، لما تيجي تعمل رن، هنعمل رن اهو، ادي اليو ار ال، واحد خد ايه؟ كوبي، واحد خد ايه؟ كوبي منها، ماشي. وبعدين قام فاتح براوزر، اي براوزر، قام راح عامل كده، ماشي كده؟ ماشي. المفروض يمشي بايه؟ يمشي بالاصول، ايه هي الاصول؟ اللي هو يكتب يوزر نيم وايه؟ وباسورد. لا، راح عمل ايه؟ راح خد اليو ار ال بتاع ويلكم على طول، يعني عايز يخش هنا على طول. بص بص اهو، المفروض يجي هنا يعمل لوجن، يخش هنا عشان يجيب بياناته ويفتح ويلكم. لا، ده واحد ايه يعني عايز يلعبها ازاي؟ يقوم رايح فتح براوزر بعت ريكوست على طول لمين؟ للسيرفلت دي. المفروض السيرفلت دي ما تتفتحش الا لو اليوزر عمل ايه؟ لوجن، صح ولا لا؟ لا، ده عايز يعمل كده. بص، ده عايز يروح على طول على اليو ار ال اللي هو ده اهو، اهو اهو، يقوم حاطه كده اهو، كده ما عملش لوجن، خد بالك، صح ولا لا؟ اهو، يقوم قايل انت ينفع؟ طبعا لا. وصلت؟ اه لا، انا عايز اتاكد 100% ان اليوزر ده قبل ما الويلكم تفتح، قبل ما الويلكم تفتح وقبل اي حاجه، لازم تتاكد اذا كان الراجل ده موجود ولا مش موجود قبل ما اقول له ويلكم، قبل ما اقول له ايه ويلكم، لازم اتاكد الراجل ده موجود ولا مش موجود، ده حقي صح ولا لا؟ طيب نعملها. طبعا هو هنا طلع ايه، ايرور، لان السيرفر لما اتنفذت ما لقاش كاستمر، فقال لك نال بينتر اكسبشن، اهي ويلكم داتا بي، ويلكم سيرفر طلعت ايه، ها نال بينتر اكسبشن، صح ولا لا؟ طب نعمل ايه في الحاله دي يا باشمهندس؟ اعمل ايه؟ اقوم قايل له كده، قبل ما يعرض البيانات، قبل ما يعرض البيانات اقول له لو اف، لو ايه، لو السي بيساوي يساوي نال، يعني ايه بيساوي يساوي نال؟ يعني لو الراجل مش موجود، ما انا دخلت على السيشن ما لقيتش حاجه، معنى كده ان هو ما عداش على مين؟ ما عداش على اللوجن دي، صح ولا لا؟ ما هي اللوجن دي هي اللي بتحط في السيشن. اعمل ايه؟ اعمل ريدايركت، صح؟ اعمل اقول له ريسبونس دوت سند ريدايركت، ابعت على ايه؟ على صفحه مثلا وليكن اسمها ايرور لوجن دوت اتش تي ام ال. هتقول لي هي فين ايرور لوجن دي؟ هقول لك اهي اهي، كليك يمين نيو اتش تي ام ال، اعملها يا سيدي اهو، ايرور ايه؟ لوجن، واقول له فينش. هاجي هنا مثلا اقول له ايه؟ اقول له مثلا اتش 2 سلاش، والله اتش 3 مش مشكله، ماشي سلاش اهو، واقول له بليز لوجن، بليز لوجن. ممكن تحط له هنا بقى مثلا ايه؟ ايه اتش ريف، ماشي كده. وبعدين نقول له سلاش ايه، نقول له هنا ايه، جو تو لوجن بيج. ايه بقى هي اللوجن بيج؟ ها صفحه الاتش تي ام ال،
صح ولا لا؟ بالظبط. طيب لو ده حصل ايه اللي يحصل؟ بص بص كده معايا اهو، ويلكم، لحظة كده، الايرور ايه؟ الايرور لوجن هي اللي ايه؟ هي اللي ظهرت اهي، الايرور لوجن هي اللي ايه؟ اللي ظهر اهو. تعالى بقى ايه نكمل نظبط الكود بتاعنا. لو انا قلت له مثلا ايه، لو السي بيساوي يساوي نال هيعمل ايه؟ ريسبونس ريدايركت. طب لو هو ما هوش بيساوي نال إلس؟ غير ذلك يعمل ايه؟ ياخد بقى الكود ده اهو عشان يقول له ويلكم، صح ولا لا؟ نعمل فورمات، وصل اهو. لما تروح كده تعمل رن، بص انا هنا هبعت ريكوست ومباشر على مين؟ على ويلكم، يعني كاني بالظبط رحت عملت كده، قمت رايح ايوه بعت ريكوست مباشر على مين؟ على ويلكم. لو بعت لها ريكوست مباشر على طول ران فايل اوكي، بص يقول لك بليز لوجن، جو تو لوجن ايه؟ بيج. وصلت الفكره؟ طيب افرض انا بقى ما عنديش لوجن، بس ركز بقى في الكلام، احنا كده عملناها اهو. طيب افرض بقول ايه بقى؟ افرض انا ما عنديش لوجن بس، بمعنى انا عندي هنا ويلكم ايوه، ما عنديش انا ايه؟ ويلكم بس، امال انا عندي سيرفلت ويلكم وسيرفلت كمان وسيرفلت كمان، المفروض السيرفلتس دي اليوزر ما يقدرش يوصل لها الا لما يعمل ايه؟ ها؟ لوجن. وصلت الفكره؟ يبقى ويلكم ماشي فهمناه. افرض في بقى 10 زي ويلكم، ما ينفعش اليوزر يوصل لهم من غير ما يعمل ايه؟ لوجن. لازم اتشيك الاول هل السيشن فيها هذا الاوبجكت ولا لا؟ اعمل ايه؟ هقعد بقى في كل سيرفلت اشوف لو السيشن تحتوي على الاوبجكت، لو السيشن تحتوي على الاوبجكت، لو السيشن تحتوي على الاوبجكت. طب وليه؟ ها؟ حد عارف الفكره؟ طب ما انا اروح اعمل ايه؟ فلتر، صح ولا لا؟ الفلتر ده يتشيك هل السيشن فيها اوبجكت ولا لا؟ لو فيها خلاص يخش، لو ما فيهاش لا اسف سوري مش هيعدي، صح ولا لا؟ نعملها ازاي؟ بص بقى اهو، اروح اعمل فلتر نيو نيو اذر ويب فلتر نيتست، ماشي كده، ونقول له ايه؟ ونقول له لوجن فلتر. وصلت الفكره؟ لوجن ايه؟ ها فلتر، في باكج اسمها ايه؟ فلترز، ماشي كده، ونقول له نيكست. طب انت هتربطها بمين؟ اد انفورميشن، وبعدين ها هتربطها بكل المشروع، انت حر، يعني لو عندك مثلا كذا سيرفلت ماشي ممكن تربطهم بايه؟ باكتر من سيرفلت زي ما احنا قلنا، وممكن اربطها بالمشروع كله. هنا مثلا اقول له ايه ده؟ اقول له لا اربطها لي بويلكم ايه؟ ها ويلكم سيرفلت، واقول له نيكست، واقول له فينش. هنا ايه اللي حصل؟ ركز معايا بقى كده، ايه اللي حصل؟ هروح بقى في الميثود بتاعتنا اهي، مش عايز الكود اللي فيه ده، انا هقول له ايه بقى؟ هعمل نفس الكلام، هشوف شوف لما اقول له يا ريكوست دوت جيت سيشن، فين جيت سيشن؟ مش موجود، مفيش. ليه؟ قلنا الكلام ده المره اللي فاتت، لان نوعه ايه؟ سيرفلت ريكوست. انا اروح اعمل كده اهو، لو انت ناسي روح ذاكر الفيديو اللي قبل ده بتاع مين؟ بتاع الفلتر. هقول له ايه؟ هقول له اتش تي تي بي سيرفلت ريكوست ريك بيساوي ايه؟ بيساوي اعمل بس كاستن، اعمل كاستن مين؟ للريكوست. هقول له بقى ايه؟ وبالمره نعمل الريسبونس، يلا اتش تي تي بي سيرفلت سيرفلت ريسبونس ريز بيساوي اس بي سيرفلت ريسبونس، ونعمل ايه؟ قصد المين للريسبونس، وبعدين اقول له ايه؟ هقول له ايه؟ يا ريكوست دوت ذس سيشن، اهي ذس سيشن ظهرت اهي، ماشي. شايف موجوده فين؟ موجوده في اتش تي تي بي سيرفلت ايه؟ ريكوست اهو. هقول له هات لي السيشن دوت جيت اتريبيوت، هات الاتريبيوت اللي اسمه ها كاست. طيب هو الاتريبيوت اسمه كده ولا لا؟ اهو بتاخدها زي ما هي صح، بدل ما نقعد نكتبها اهي.
كنترول في ونعمل امبورت. هو عمل لها امبورت ماشي كده اهو، بس هنا اقول له ايه ريت ماشي كده، اقول له ايه ها هات لي الاتريبيوت اللي اسمه ايه ها كاست. هيقول لي الله، طب ما نفس الكلام بقى صح اهو. هقول له لو السي بيساوي نال، لو السي ماله بيساوي ايه ها نال، يعمل ايه؟ هيقول له يا ريسبونس لو سمحت روح اعمل ايه؟ ريدايركت على اللوجن دي. احنا قلنا المره اللي فاتت ان انا ممكن اعمل ريدايركت عادي مش فيها مشكله اهو ماشي كده خلاص. إلس غير ذلك ايوه ارجوك روح اعمل ايه؟ تشين دوت دو ايه؟ يروح على ايه؟ يكمل بقى الحلقه بتاعته يروح على ويلك صح ولا لا؟ وصلت الفكره؟ عشان اكد لك اللي هي هتتنفذ اهي. هقول له مثلا ايه؟ بص اقول له مثلا اس اوت فلتر عشان تعرف ان هي اتاكدت ان هي اتنفذت يعني ماشي كده اهي. طب وهنا هنا خلاص ما عادش ليها لازمه صح، هنا اف دي ما عادش ليها لازمه خلاص بقى انا هقعد امشي وراه. وصلت الفكره؟ مش هقعد امشي وراه ممكن بقى ايه تشيل الس دي اهي وتشيل الس دي بقى خالص اهو. وصلت الفكره؟ نروح بس هنا على الايه تعمل لها ايه كلير علشان تشوف الرساله اللي هتطلع. وصلت الفكره يا شباب؟ طيب تعالى بقى نعمل ايه، نبعت لها ريكوست مباشر رن. بص ايه اللي هيحصل اهو، بص بقى مين اللي اتنفذ. بص فلتر، مين بقى اللي عمل الفلتر؟ مش مين، مش السيرفلت. فكرتها ايه يا جماعه؟ فكرتها ان انا لو عندي بقى اكتر من سيرفلت ما اقعدش بقى اكتب الكود هنا وهنا وهنا، انا اعمل فلتر اكتب فيه كود مره واحده خلاص وهو يعمل فلتر بقى. وصلت الفكره يا شباب؟ كده كده يبقى انت استغليت الايه الفلتر استغلال مناسب. هتقول لي افرض اليوزر ماشي صح، خلاص يبقى رن. لو ماشي صح يبقى مش هيخاف من حاجه اهو، 1 2 3 1 2 3 لوجن عادي اهو. وصلت الفكره يا شباب؟ وصل. طيب اي سؤال؟ اي سؤال؟ كده احنا يعني ايه عملنا يعني ايه سمبل ايه سمبل لوجن بروجكت. لكن في حاجه بقى احنا كنا اتكلمنا عليها في اول الفيديو، ايه هي؟ بص كده معايا نقفل بس كده كل حاجه خلاص اولى ونرجع بقى ايه عشان ننظم الكلام. بص كده معايا، انا معايا اللوجن بيج، اللوجن بيج بعتت على ايه؟ على اللوجن سيرفلت. فين اللوجن سيرفلت؟ اهي. طيب برافو. وبعدين اللوجن سيرفلت عمل الكونكت على الداتا بيز اهي. واحد يقول لي ايه؟ يقول لي يا باشمهندس يعني معنى كده ان انا كل ما ابعت ريكوست لازم تعمل كونكت؟ هقول له اه، الكود اللي انت كاتبه ده يعمل كده. طيب هو ده ينفع؟ لا طبعا ما ينفعش. امال انا عايز، خد بالك من الكلام، انا عايز الابلكيشن لما يشتغل. يعني ايه الابلكيشن لما يشتغل؟ الاباتشي توم كات لما يشتغل ايوه، ايه اللي يحصل؟ يقوم يعمل كونكت على الداتا بيز مره واحده ويحطها فين؟ في الكونتكست. ركز في الكلام كويس، بص كده معايا. بص انا دلوقتي عندي سيرفر اهي اللي هي لوجن، المفروض اللي هي هتعمل كونكت على ايه؟ على داتا بيز صح؟ كل ما يجي لها ريكوست تعمل كونكت على مين؟ على الداتا بيز. انا مش عايز كده، امال انا عايز الكونتينر اول ما يشتغل الايه؟ الكونتينر اول ما يشتغل ايه اللي يحصل؟ يقوم هو يعمل كونكت على الداتا بيز، هو اللي يعمل كونكت على ايه؟ على الداتا بيز. طب والسيرفلت؟ لا ما تعملش. ليه؟ لان افرض انا عندي السيرفلت الثانيه هي كمان عايزه بيانات من الداتا بيز، وعندي سيرفلت 10 هي كمان عايزه تعمل كونكت على الداتا بيز. هروح اكتب كود الكونكت هنا وكود الكونكت هنا وكود الكونكت هنا عشان هم كلهم يعملوا كونكت على الداتا بيز؟ طبعا لا صح ولا لا؟ فانا هعمل ايه؟ هخلي الكونتينر هو اللي يعمل الكونكت على الداتا بيز ويحطها لهم فين؟ ها؟ في الاوبجكت اللي اسمه كونتكست. بالظبط. يبقى انا اروح اخلي الكونتينر يعمل اوبجكت الاوبجكت الكونكت على الداتا بيز ويحطه لهم هنا. اي حد عايز الاوبجكت ده يستطيع اللي هو ايه؟ ياخده.
شفت الفكره في ايه؟ يبقى الكونكشن اتعملت كام مره؟ هي مره واحده، واتحطت فين؟ في الكونتكست، واللي عايزها يبقى ياخدها وكده. ايه انتهينا، صح ولا لا؟ طب الكلام ده انت عايز الكونتينر يعمل الكود ده امتى؟ يعني يعمل الكونكت على الداتابيز امتى؟ اول ما الكونتينر يشتغل، اول ما الكونتينر ايه يشتغل، اول ما الابلكيشن يشتغل، مش اول ما يجي ريكويست، لا، اول ما الابلكيشن ايه يشتغل. انا بتكلم في حاجه اسمها لسنرز. لسنرز ايه بقى اللسنرز؟ اللسنرز من خلالها اقدر اعرف اذا كان الابلكيشن اشتغل ولا لا. وهم انواع، احنا هنتعرف على بعض الانواع منهم. اول نوع فيهم بيقول عليه سيرفلت كونتكست لسنر. يعني ايه؟ يعني اول ما الابلكيشن يشتغل يعمل حاجه معينه. ده اول نوع سيرفلت كونتكست ايه لسنر. بيتعمل ازاي اللسنر؟ بص معايا بقى، ارجوك ركز معايا. كليك يمين، نيو اذرز، ويب، وهقول له هنا ويب ابلكيشن ايه لسنر، واقول له نيكست. هيقول لك ايه هي اسم الكلاس. يبقى اتضح ان الليسنر عباره عن ايه؟ الليسنر عباره عن كلاس. الليسنر عباره عن ايه؟ كلاس. خد بالك بقى، ليسنر يعني يسمع لحاجه معينه. يعني ايه؟ يقعد يسمع هل الحاجه دي حصلت ولا لا. لو حصلت ينفذ الكود بتاعك، ما حصلتش خلاص. صح ولا لا؟ تمام تمام اول نوع اهو، هسمي الكلاس اسمها مثلا ايه؟ كونكت داتا بيز ليسنر، ماشي كده. طيب اي نوع حطها في باكج اسمها ايه؟ listeners. يبقى الابلكيشن بتاعك هيبقى فيه بيانات، وهيبقى فيه فلترز، وهيبقى فيه سيرفلت، وهيبقى فيه ايه؟ listeners. انواعهم ايه؟ بص 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 بص، كونتكست listener اهو هنتكلم عن ده دلوقتي. كونتكست ايه؟ listener. ايه الكونتكست listener ده؟ listener يستطيع ان هو يعرف اذا كان الكونتينر اشتغل ولا لا، وبيتنفذ مره واحده، لان الكونتينر بيشتغل مره واحده. وبيروح يحط الليسنر ده فين؟ في الويب دوت اكس ام ال. وصلت اهو، فينش. يبقى اسم الكلاس اهي، واقول له فينش. ايه اللي حصل؟ قبل اي حاجه روح كده في الويب دوت اكس ام ال، هتلاقي في الجنرال هنا اهو ويب ابلكيشن ليسنر اتحط اهو. نوعه ايه؟ سيرفلت كونتكست ايه؟ ليسنر. طيب افتحه كده، هو عباره عن ايه؟ الليسنر عباره عن كلاس بتعمل امبلمنت الانترفيس. اول ليسنر من نوع ايه؟ سيرفلت كونتكست ليسنر. طبعا كلاس بتعمل امبلمنت، يبقى لازم اعمل اوفر رايد. هو عمل لك اوفر رايد اهو. في ميثود اسمها ايه؟ كونتكست انيشاليز. اول ما الكونتكست يتعمل، يعني في الاول خالص، في الاول ايه؟ خالص، ايه اللي يحصل؟ ينفذ هذه الميثود، ينفذ هذه الايه؟ الميثود. طيب بتاخد اوبجكت من مين؟ من ايفنت اسمه سيرفلت كونتكست ايفنت. اقول تاني، يبقى الليسنر ده بيتنفذ اول ما الكونتينر يشتغل ويبتدي يعمل الكونتكست. فانا بقول له والنبي اول ما تعمل بقى الكونتكست، ايوه، اعمل ايه؟ بص الايفنت اهو، جيب ايه؟ جيب سيرفلت كونتكست، هاتهولي هاتهولي. واعمل ايه؟ ممكن اقول له سيت اتريبيوت، صح ولا لا؟ عايز انا بقى اعمل كونكت هنا على الداتابيز. يبقى اذا الليسنر بيسمع حاجه معينه، لو حصلت الحاجه دي ينفذ الكود بتاعك. اول نوع بتكلم عليه اللي هو الايه؟ السيرفلت كونتكست ايه؟ ليسنر. السيرفلت كونتكست ليسنر هو نوع من الليسنرز في الاي اي، بيعمل ايه؟ بيروح يشوف الكونتينر اشتغل ولا لا. طبعا الكونتينر اول ما بيشتغل بيعمل الكونتكست. فانا بقول له معلش بقى في الاول، وانت بتعمل الكونتكست ابقى روح، هروح هنا اهو اعمل كونكت على الداتابيز، وبعد كده اروح احطها فين؟ في الكونتكست. صح ولا لا؟ تمام. نعمل كونكت على الداتا بيز ازاي؟ طب ما احنا عاملينها اهو معايا يا شباب، اهو ادي اللوجن اهو، يروح يحمل الدرايفر ويعمل كونكت على الداتا بيز، ايوه، ويعمل ستيتمنت. وصلت اهي، يقوم رايح ادي التراي، وادي الكاتش، وادي الكاتش، يقول له اكسبشن، اجي اكسبشن اهي ايه، ويروح هنا اهو اهو. اوكي ماشي اهو، عمل اوبجكت اهو، نحط بقى ستيتمنت. ستيتمنت اهي اس تي ام تي بيساوي نال، هي الاول هتبقى بنال. وبعد كده المثل لما تتنفذ، ايوه، هتعمل الاستيتمنت ده. طبعا هتعمل ايه اهو؟ هتحمل الدرايفر وكل حاجه زي ما هي. وبعدين هتقول له ايه بقى الايفنت اللي حصل اهو؟ اس سي اي دوت جيت كونتكست
بعد تقول له تو جيت. لا سيت بقى، سيت ايه ها؟ اتريبيوت. ايه الاتريبيوت؟ الاتريبيوت هسميه اس تي ام تي برضه. بس كده وصلت الفكره يا شباب؟ وصلت؟ طيب لو حصل ايرور اقول له ايه؟ اقول له برنت ايه؟ اطبع لي ايه اللي حصل. ماشي كده اهو، كده ايه اللي حصل اهو؟ حط الاتريبيوت هنا بقى. هنا ايه اللي هيحصل في اللوجن؟ خلاص مفيش داعي بقى اللي هي تروح تحمل الدرايفر، مفيش داعي اللي هي تعمل كونكشن. امال تروح تقول له ايه؟ جيت سيرفلت ايه ها؟ كونتكست دوت جيت اتريبيوت اللي اسمه اس تي ام تي. ماشي كده اهو. وبعدين هقول له ايه بقى؟ هقول له ستيتمنت اس تي ام تي بيساوي، وراح اعمل كاست عليه. بالظبط ماشي كده اهو، ما فيش داعي بقى لدي بقى خالص. وصلت الفكره؟ طيب وهنا بيقولها غلط ليه؟ لانك انت معرفها مرتين، خلاص كم عرفها مره يبقى انتهينا بقى. وصلت الفكره؟ بدل ما هو يعمل كونكشن وداتا بيس تعمل كونكشن، لا مش هتعمل كونكشن. وصلت؟ امال هتجيبها منين؟ من الكونتكست. طيب في هنا ايرور اهي، شيلها بقى، ما عادش ليها لازمه. ماشي نشوف. نشوف لو في ايرور ولا لا. كان في بس قوس ناقص احنا عملناه وخلاص. ريفورمات كده تمام معايا يا شباب؟ يبقى اذا ايوه الليسنر او الكونتينر اول ما يشتغل هيروح ينفذ الليسنر. ماشي، يعمل كونكشن هو على الداتا بيز، ويقوم السيرفلت اي سيرفلت بقى عايز الكونكشن دي او عايز الاستيتمنت دي اللي الليسنر عملها، يروح يعمل ايه؟ يروح يقول له هات لي الكونتكست، هات لي الاتريبيوت، وبعد كده ينفذ الجمله اللي هو ايه اللي هو عايزها. تعالى كده نشوف اهو. بص كده معايا، هروح على اللوجن ران اهو اهو اهو. وصلت الفكره؟ طيب عايز اوريك حاجه كده، بص كده معايا، بص كده كليك. بص هروح هنا اهو في الليسنر وهقول له ايه؟ هقول له اس اوت ليسنر. بص لما تعمل سيف، بص ايه اللي هيحصل؟ الكونتينر بيقفل ويفتح تاني عشان يعمل ريديبلوي. فلما هو يقفل ويفتح تاني بيروح ينفذ الليسنر في ايه؟ ينفذ الجمله بتاعته. يعني راح عمل ايه؟ راح عمل كونكت على الداتا بيز قبل ما تعمل ران. عشان كده انا بقول لك ايه؟ الليسنر ده مش بيتنفذ لما يجي ريكوست، مش بيتنفذ لما يجي ريكوست، بيتنفذ لما الابلكيشن يشتغل، لما الكونتينر يشتغل. وصلت الفكره؟ وصلت؟ اهو تعالى انا بس حبيت اعملها لك عشان اثبت لك ايوه اللي هو فعلا بيتنفذ من غير ما يجي ايه؟ ريكوست. طيب وده افضل طبعا، ده افضل في الحالات دي، انت تعمل كونكشن على الداتا بيز مره واحده بس في الابلكيشن ايه؟ بتاعك. هل في انواع ثانيه من الليسنرز؟ انا حبيت اشرح الليسنرز في الابلكيشن ده على طول بحيث ان انت ايه؟ تبقى الموضوع كله واحد. طيب يبقى انا في البروجكت ده شرحنا ثلاث حاجات مهمين. شرحنا ازاي نعمل لوجن من خلال السيرفلتس، شرحنا الداتا بيز اللي اسمها الديربي داتا بيز، وعرفنا كمان ان انا ممكن استغل الفلتر في الموضوع دول، وشرحنا بدايه الليسنر، بدايه الايه؟ الليسنر. وخدنا نوع واحد اللي هو ايه؟ سيرفلت، اللي هو ده سيرفلت كونتكست ايه؟ ليسنر، اللي بيتنفذ اول ما الكونتكست يتعمل، او معنى صح اول ما الكونتينر يشتغل. وصلت الفكره يا شباب؟ طيب بكده يبقى احنا يعني خلصنا تقريبا، خلصنا السيرفلت. ناقص بس ان شاء الله فيديو واحد حاجه اسمها الليسنرز، هتقولي كم احنا شرحناها في البروجكت. لا في انواع تانية برضو مهمه في الليسنرز، هنخليها في الفيديو اللي جاي باذن الله. شكرا والسلام عليكم ورحمه الله.